ابتدي. انا البيئه الصناعي. انا البيئه الزراعيه موجوده في الدلتا منخفضه الفيوم ووادي النيل. انا ادرس في معظم المحافظات مثل القاهره وبورسعيد. ويعمل معظم سكاني بالذكاء الصناعي والزراعه. يعمل معظم سكاني بمثل التجاره والبنوك بتبادل المنتجات مع بعض. هل يمكنني ان اخذ منك الالات لحفظ المحاصيل؟ انا احتاج مطحن، هل يمكنك تعطيني مطحن لعقد الالات؟ نعم، وانا يوجد عندي مواد خام زراعيه مثل القمح والرز والذره، ومواد خام معدنيه مثل الحديد والمنغنيز والفوسفات، ومواد خام حيوانيه مثل اللحوم والبنود والالبان، ومواد خام صخريه مثل الخام. يمكنني الآن أن أطعم العمال والسكان. هل يمكنني أن آخذ منك الآلات؟ تفضلي. الآن قد أستطيع أن أحصد المحاصيل وأقوم بحصول أراضي. أنا أعاني من نقص العمال، هل عندك عمال؟ نعم، تفضلي عمال. شكرا لك. الآن هل يمكنني أن آخذ منك الأسمدة والمميزات الحشرية؟ تفضلي. والآن سوف أستطيع بمحاربة الحشرات التي تأكل نباتاتي. هل عندك منتجات صناعية مثل أجهزة كهربائية؟ هل تحتاجين منتجات صناعية؟ نعم. مثل أجهزة كهربائية؟ أحتاج منتجات صناعية لسد حاجة سكاني. تفضل. الآن سوف أقوم بسد حاجة سكاني من المنتجات الصناعية والمنتجات الغذائية مثل الأجهزة الكهربائية والأجهزة. أنا الآن سأصنع آلات وسيكون عندي عمال لصنع الآلات. ولن تحتاجين، هل تحتاجين؟